الو مية، هلا، شلونكم؟ شو اخباركم شباب؟ ريزنت ايفل 4 ريميك بعدها مصدره الترند، بعدها مصدره هواي شغلات دا تظهر باليوتيوب بالفيسبوك بتويتر بكل مكان بسبب جيم انفورمر ولقائهم ويا شركه كابكوم. دي يكشفونا تفاصيل، دي يكشفونا اماكن اساسيه ورئيسيه بيها قتالات كلش حلوه وقويه، وهم يكشفونا عن زعيم خطير، زعيم مرعب تم تواجده او تم انشاءه بالجديد خلال لعبه ريزنت ايفل 4 ريميك. لقطات كلش حلوه، لقطات ممتعه، حبيت اشوفها واشاركها وياكم. وهم راح نشوف يعني بعض التفاصيل القوية بالقتال، بس اكو شغلة كلش زعجتني اللي هي يعني كثافة المطر. ما ادري يعني كابكوم راح تغيرها راح تبقيها، المهم ما اريد اشوفها لان هي نوعا ما بالنسبة لي واني وهواي ناس قالوا لي بالتعليقات مخربة الشكل اللعبة، مخربة الثيم العام مال اللعبة، تحس المطر يعني في شيء كلش قوي وكثافة مالته كلش قوية. المهم مو هذا موضوعنا، موضوعنا شوف القتالات، شوف الاماكن الجديدة، شوف البلاقة شلون دي تظهر، شلون ليون دي يقاتلهم، دي يتعاون ويا لويس سيارة، اسمع صوت لويس سيارة، شغلات كلش حلوه انكشفت خلال هذا المقطع. المهم قبل نبلش، اسمي محمد، هاي قناتي الرئيسيه نقدم بها معلومات مهمه عن عالم الالعاب. حاليا نغطي لعبه ريزنت ايفل 4 ريميك بشكل كامل. اشترك بالقناه، فعل زر الجرس، وشارك الفيديو لاصدقائكم حتى يوصلك كل مقطع فيديو جديد ننزله عن اللعبه. يلا نبلش بالمقطع. شحنة. 世界観で言ったらとても今までのバイオハザードと違ってシチュエーションが多いんですよね。村とか城とかいろいろシチュエーションが多いんで、そういうところのバリエーションだったり幅みたいなものを持ってたんで、そこの幅を減らさずに進めていきたいなと。 Be good to go. Light it up.This should hold for a while. Not bad. I'll take this one. Nice. ゲーム側から、ゲーム側と話しててこういう役割のやつが欲しいっていうのから来て、こいつが出来上がったっていう感じですね。なんで新キャラを作ろうと思って作ったやつではなかったりします。で、なんですかね、でなぜ牛の頭をかぶってるかっていうのも言うて結構人が多いゲームなんですよ。序盤はガナードだったりとか、出てくる敵も相対するものもこっち側も全部人間なんですよね。っていうのもあるんで、もうちょっとクリーチャーなホラーが欲しいっていうのと、あと今回そのイルミナス教団とか、そういうなんですか、邪教徒のコアさ、ロスイルミナドス教団とかのその敵のちょっと宗教的なホラーのモチーフをもう少し入れたいっていう話があったんで、こういうのをかぶせて敵にしようかなと。いうところからスタートできてはいます。でも普通のゲームだったら牛の頭をした敵って何でしょうね、ミノタウロスというか牛の頭をしたクリーチャーになっちゃうと思うんですけど、うちの場合はどっちかというと牛の死体の頭をかぶらされてる、もしくは意図的にかぶってる狂人っていう風に作ろうかな、作ろうとはしてますね。なんで実は一緒に戦っててもプレイヤーの方を牛の頭が向いたりとかもしないし、